تجمع المئات من المواطنين في محافظة الغربية صباح اليوم لمتابعة المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالمؤتمر وما جاء به من إجابات عن أسئلة كانت تدور في أذهانهم، كما أكدوا على رغبتهم في استمرار هذه المؤتمرات لما تعكسه من شفافية بين الدولة والمواطن. من غير المؤتمرات دي حضرتك مش هتعرف ايه اللي بيحصل في البلد، ومش هتعرف الوضع الاقتصادي كويس، لان غير لما انا اقول لك، غير لما حد يبقى دارس وعارف الوضع الاقتصادي الكويس يطرحه واحنا من خلاله ونبقى فاهمين، لان انا غير لما اسمع من واحد والتاني، غير لما اسمع من واحد مختص في الوضع الاقتصادي للبلد، فده من خلاله بنقدر ان احنا نحط توصيات كجمعيات او كمجتمع نرفعها للمسؤولين وهم يرفعوها، بحيث انه يبقى احنا كلنا مشاركين مع بعض، ما يبقاش كل واحد بيشتغل في جزيره لوحده. مطالبه الدوله بدعم الصناعات وتشجيع العمال وفتح مصانع جديدة، تشجيع الاقتصاد المصري. بنشكر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو اتاح الفرصة لابناء المحافظات ان هم يدلوا بارائهم ومقترحاتهم في المؤتمر الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد المصري في المرحلة القادمة ان شاء الله. كل الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على قراره الحكيم أمس للحكومة المصرية بتثبيت أسعار المحروقات وعدم زيادتها على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم. بنشوف المصانع والافتتاحات الجديدة اللي كل شوية الحمد لله بتتفتح، أخيرا إن احنا شفنا المصانع اللي كانت معمولة عشان الاستفادة من الرمال السوداء واستثمارها اللي كانت بتتباع النقله الواحده كانت ب 20 جنيه، لا شفنا الوضع النهارده في استثمارات كتيره معموله في مصر. شكرا لسياده الرئيس على المبادرات العظيمه، انا بتكلم طبعا بصفتي طبيبه على الناحيه الصحيه، المبادرات الرئاسيه اللي موجوده اللي كل تقريبا يعني كل الشعب المصري وصلته، من اول المبادرات صحه المراه، فحص الثدي، مبادرات التقزم، مبادرات الأطفال في المدارس. اهتمام سيادة رئيس الجمهورية بالمرأة في الفترة الأخيرة وأولى لها اهتمام كبير جدا من الناحية الصحية والاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن المرأة هي العمود الفقري للمجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع كله، إذا فسدت فسد المجتمع كله، فاهتم بها سيادة الرئيس من الناحية الصحية ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية، أنشأ لها كتير من المشروعات ووصل للقرى الصغيرة والقرى الفقيرة وعمل لها بعض المشروعات الصغيرة اللي تقدر تنطلق فيها.